بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد رسول الله. إن شاء الله النهاردة هنحل التقييم للأسبوع الرابع دراسات اجتماعية الصف الثاني الإعدادي. الدرس النهاردة للتقييم بتاعه الأسبوع الرابع تضاريس وطننا العربي. تضاريس وطننا العربي هنحل المجموعة الأولى. أول سؤال: ما النتائج المترتبة على حدوث الثورانات البركانية؟ ما النتيجة المترتبة على حدوث الثورانات البركانية؟ النتيجة المترتبة إما تكون جبال بركانية أو هضاب بركانية. بالنسبة للوطن العربي، في هضبة اليمن، يبقى تكوين هضبة اليمن البركانية. تكوين هضبة اليمن البركانية. رقم 2: بما تفسر تكون الكثبان الرملية في الوطن العربي؟ يعني نفسر ازاي تكونت الكثبان الرملية، او ايه سبب تكوين الكثبان الرملية في الوطن العربي. طبعا هنا الكثبان الرملية شباب تكونت بسبب عامل خارجي لتشكيل سطح الوطن العربي. العامل الخارجي اللي هو التعرية الهوائية، يبقى هنقول بسبب حركة الرياح التي تعمل على نحت الصخور ونقلها وتكونت منها الكثبان الرملية. يبقى الإجابة بسبب حركة الرياح التي تعمل على نحت الصخور ونقلها وتكوين الكثبان الرملية. ثلاثة: ماذا كان يحدث إذا لم تتعرض الصخور للتعرية الهوائية؟ طبعا ماذا كان يحدث إذا، ده سؤال معناها إن هو خيالي، إن هو في الحقيقة مش موجود. أنا عندي في الحقيقة إن أنا عندي فعلا تكوينات من التعرية الهوائية اللي هي زي الكثبان الرملية. يبقى إذا لم تتعرض الصخور للتعرية الهوائية لم تتكون الكثبان الرملية. المجموعة كده الأولى خلصناها، نشوف بقى المجموعة التانية. واحد: بما تفسر تنوع تضاريس الوطن العربي. هنا نخلي بالنا، هنا السؤال مش ما النتيجة المترتبة على تنوع تضاريس الوطن العربي، لأن في درس الأقاليم المناخية هناخد ما النتيجة المترتبة على تنوع تضاريس الوطن العربي. هنا السؤال بيقول لي سبب تنوع تضاريس الوطن العربي، يعني سبب وجود جبال وهضاب وأودية ووحات وكثبان رملية، كل ده بسبب إيه؟ طيب بيبقى بسبب العوامل اللي تعرضت ليها أرض الوطن العربي. طب إيه هي العوامل اللي احنا خدناها قبل كده، اللي هي الحركات الالتوائية، الحركات الانكسارية، الثورات البركانية؟ يبقى السؤال ده نخلي بالنا منه. لما يقول لي بما تفسر تنوع تضاريس الوطن العربي بسبب تنوع عوامل تشكيل مظاهر سطح الوطن العربي، أو بسبب عوامل تشكيل تنوع تشكيل سطح الوطن العربي، واذكر العوامل وهي ايه؟ الحركات الالتوائية والحركات الانكسارية والثورات البركانية. دي طبعا ادت الى تنوع التضاريس، يعني فالموضوع سهل جدا بس عاوز ايه؟ تفكير. النقطة رقم 2 بقى: ما النتائج المترتبة على، ما النتيجة المترتبة على؟ في كتير ناس بتغلط وتيجي تجاوب سؤال ما النتيجة المترتبة على وتقول لي بسبب أو لأن. بسبب أو لأن ده سؤال اللي هو بما تفسر أو أذكر السبب. ما النتيجة المترتبة على؟ لإلا بجاوب أقول أدى إلى، يؤدي إلى، أو أكتب الإجابة على طول من غير أي كلمة قبل الإجابة. السؤال بيقول هنا: ما النتائج المترتبة على تنوع مظاهر السطح في وطننا العربي؟ النتيجة هنا المتنوعة، النتيجة هنا المترتبة على تنوع مظاهر السطح في الوطن العربي، إن أصبح عندي جبال وهضاب وسهول وأودية جافة. يبقى أنا هذكر هنا المظاهر. يبقى النتيجة المترتبة على تنوع مظاهر السطح في الوطن العربي إن أصبح عندي جبال وهضاب وسهول وأودية. أذكر كل مظاهر السطح اللي موجودة عندي لأنها مختلفة. رقم 3: أيد صحة العبارة التالية. أيد صحة العبارة التالية أو الأتية: توجد بعض المناطق الزراعية في الصحاري العربية. في بعض المناطق الزراعية في الصحاري العربية اللي بسبب وفرة المياه، حتى لو صحراء بدال في مياه وتربة خصبة يجب أن يكون في زراعة طبعا في الواحات. فانا هذكر الواحات اللي فيها زراعه، يبقى هقول
حيث يوجد مناطق زراعية في الواحات مثل واحة سيوة بمصر وواحة الكفرة بليبيا. المجموعة الثالثة بما تفسر واحة سيوة أهلا بالسكان. واحة سيوة أهلا بالسكان عشان لازم يكون فيه سكان لازم يكون فيه مياه، يبقى وفرة المياه، ولازم يكون فيه تربة خصبة أو زراعة، يعني أي إنتاج عشان الناس تقدر تعيش، يبقى الكلام ده متوفر فعلا في واحة سيوة. يبقى هقول بسبب وفرة المياه العذبة والتربة الخصبة. 2، حدد أوجه الشبه والاختلاف بين جبال أطلس وجبال البحر الأحمر. أوجه الشبه ما بينهم بسيط جدا، إن جبال أطلس وجبال البحر الأحمر الاتنين جبال توجد على أرض الوطن العربي، والاتنين عبارة عن سلاسل جبلية، والاتنين سلسلتين. يعني احنا لو بصينا سلسلتين جبليتين، يعني احنا لو بصينا لجبال أطلس عبارة عن سلسلة جبال أطلس التل وأطلس الصحراء، واحدة في الشمال اللي هي أطلس التل وأطلس الصحراء في الجنوب، برضو سلاسل جبال البحر الأحمر سلسلتين، سلسلة في الجناح الأسيوي وسلسلة في الجناح الأفريقي. طيب ده أوجه الشبه، إن هما موجودين الاتنين في أرض الوطن العربي، وإن هما سلسلتين وليهم قمم جبلية، لكن طبعا كل حاجة ما بينهم مختلفة، حتى في المناخ، في السكان، في كل شيء. طيب بالنسبة بقى للاختلاف، اختلافات كتير، بس أنا هذكر اختلاف اللي هو تقريبا موجود عندي في المنهج، الاختلاف ما بين جبال أطلس وجبال البحر الأحمر. النشأة، جبال أطلس نشأتها التوائية نتيجة لحركات التوائية، جبال البحر الأحمر نشأتها انكسارية، يعني نتيجة للحركات الانكسارية. جبال الأطلس توجد في شمال غرب أفريقيا، جبال البحر الأحمر توجد في شرق أفريقيا. طيب في كمان إن جبال الأطلس بالنسبة للشبه، جبال الأطلس وجبال البحر الأحمر الاتنين موجودين في قارة أفريقيا. كده أنا عرفت أوجه الشبه وأوجه الاختلاف. نشوف بقى رقم 3، آخر نقطة في المجموعة الثالثة، ما تقييمك لمصداقية العبارة الآتية؟ تعد هضبة اليمن من أهم الظواهر التضاريسية في هضبة شمال أفريقيا. طيب أولا اليمن هي موجودة في قارة آسيا، وهضبة شمال أفريقيا موجودة في قارة أفريقيا، يعني الاتنين ما لهمش علاقة ببعض نهائيا. دي أول حاجة، يعني واضح إن العبارة خاطئة. يبقى ما تقييمك لمصداقية العبارة؟ أول جملة اكتبها إن العبارة غير صادقة، إن العبارة غير إيه صادقة، وبعدين أقول السبب. إيه هو السبب؟ لأن أهم الظواهر التضاريسية هي هضبة الشطوط في هضبة أفريقيا الشمالية. يبقى أهم الظواهر التضاريسية في هضبة شمال أفريقيا هي هضبة الشطوط، وانا بشبه ان هضبة الشطوط هي بنت الهضبة الام اللي هي هضبة افريقيا الشمالية، اكني بالظبط بنتها وشايلها على كتفها، لان هضبة الشطوط هي في شمال غرب افريقيا ما بين جبال اطلس التل واطلس الصحراء، وهي موجودة بالفعل على هضبة افريقيا الشمالية، فاكني الهضبة الصغيرة دي جزء من الهضبة الكبيرة اللي هي الهضبة الام اللي هي هضبة شمال افريقيا. يبقى هنقول عبارة غير صادقة، لان اهم ظواهر تضاريسية في هضبة شمال افريقيا هي هضبة الشطوط. بكده يكون خلصنا التقييم الرابع او التقييم الاسبوع الرابع لدرس التضاريس وطننا العربي، ونشوفكم على خير، ونتمنى لكم النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.